الأخيرة ترددت أنباء عن ظهور مرض غامض في قنا وإصابة عدد من المواطنين بأعراض متشابهة كارتفاع درجات الحرارة وتكسير في الجسم. وناشد المواطنين وزارة الصحة بالتدخل وكشف أسباب هذا المرض وعلاجهم. وبالفعل توجهت الوزارة إليهم وأخذت عينات لمعرفة حقيقة هذا المرض. وفي تغطيتنا الآن سنوضح لحضراتكم ما توصلت إليه الوزارة بشأن هذا الفيروس وأيضا أسبابه، وهل هو معدن وينتقل من شخص لآخر أم لا، وأيضا أعراضه وتطورات الحالة الصحية للمصابين. جدل وقلق كبير بين المواطنين أثير خلال الأيام الماضية عقب ظهور مرض غامض في نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة أوس في محافظة قنا، بعد شكوى عدد من المواطنين من أعراض تمثلت في ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم وتكسير في العظام وقيء وصداع ودوخة. تستمر هذه الأعراض لمدة 7 أيام، وبدورها تحركت الوزارة على الفور وأخذت عينات من مياه الشرب في القرية للتأكد من سلامتها، كما تم إرسال وفد طبي لها لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من هذا المرض والوقوف على أسبابه. وقامت أيضا بأخذ عينات من جميع المواطنين خلال تواجدها هناك. وقد حسمت وزارة الصحة الجدل حول هذه الأعراض المتشابهة التي يعاني منها أهالي قرية العليقات بقنا، حيث تبين من التحاليل أن المصابين يعانون من عدوى فيروسية تنتقل عن طريق الحشرات تسمى الزاعجة المصرية أو حمى الضنك، وأنها معروفة ومنتشرة على مستوى العالم. وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم عن الوضع في قنا والإصابات بحمى الضنك، إنه في ضوء قيام الوزارة بتقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سند التابع لقرية العليقات بمركز قوس محافظة قنا، وبعد توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصي الميداني وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث واتخاذ الإجراءات الوقائية. قامت فرق وزارة الصحة بمناظرة الحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية، كما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، فضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان. وأظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك أو الحمى المؤلمة للعظام. وأكدت الوزارة في بيانها إن جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجة والقصير. وأوضحت أن أعراض حمى الضنك تتمثل فيما يأتي: الحمى الشديدة والصداع وألم العضلات والمفاصل والغثيان، وأيضا التقيؤ وتورم الغدد، وأيضا الطفح الجلدي، وأيضا حمى الضنك عدوى فيروسية وتنتقل إلى البشر عن طريق تعرضهم للسعات البعوض الحامل للعدوى، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة زعجة. فالبعوضة السليمة تقوم باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب، وعند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم ينقل إليه الفيروس. ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
إن المرض تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، وتم عمل تحاليل على أكثر من 60 مريضاً بالإضافة إلى تحليل المياه في القرية، وأوضح أن هذا النوع من الحمى يحتاج لمسكنات وشرب السوائل والراحة فقط. وأشار أيضاً إلى أن المرض ينتشر في المناطق الأشد حرارة، ونحن الآن نعيش فترة ارتفاع حرارة شديدة، والبعوض يتغذى على المياه الراكدة، لذلك ناشد المواطنين بضرورة أخذ الحذر بتغطية المياه وحفظها بأماكن جيدة، ونوه أن الأعراض التي انتشرت بين أهالي القرية بقنا تتشابه مع أعراض فيروسية، لذلك اتخذت الوزارة كل الإجراءات الصحية والوقائية لحماية المصابين بقرية في قنا، وكشف أن الفيروس الذي أصاب أهالي قرية قنا بسبب المياه الملوثة، كما أكد أن الوباء لا ينتقل من شخص لآخر بل ينتقل من الحشرات للمواطنين ممثلة في البعوض. وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الناموس المصري يزيد بسبب الحر وتخزين المياه وينقل حمى الدنك من إنسان مصاب إلى آخر عن طريق البعوض، وأوضح أن حمى الدنك تأتي عن طريق نوع بعوضة مصرية وهي متواجدة منذ فترة، ولكن الجديد هو إصابة المواطنين من هذه البعوضة. وقد أرجع سبب تفشي هذا المرض لوجود التجمعات المائية سواء الخاصة بالصرف الصحي أو المياه العذبة التي قد تؤدي لنقل الفيروسات من خلال البعوضة، مشددا على ضرورة القضاء على هذه التجمعات لمنع انتشار البعوض، وأشار إلى أن أعراض المرض بسيطة ويمكن أن يتم معالجتها بالأدوية، وتتضمن ارتفاع درجات الحرارة وتكسير شديد بالجسم، مطمئنا المواطنين بعدم وجود داع للقلق. وتقول إحصائيات منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الدنك في الوقت الحالي، حيث تشير التقديرات إلى حدوث من 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنوياً، وتظهر على معظم المصابين بها أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق. وغالباً ما تظهر أعراض حمى الدنك الوخيمة بعد زوال الحمى، وهذه الأعراض هي ألم شديد في البطن والتقيؤ المستمر، التنفس السريع، نزيف اللثة أو الأنف والإرهاق، ووجود دم في القيء أو البراز، والشعور بالعطش الشديد. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.